ايام كورونا ماذا ما تصاوب في القاص الراجل جالس حداها يصورها شحال البيض غادي نعبر كلشي بزلافه سته البيضات ولكن سته البيضات كلشي بزلافه زلافه البيض زلافه السنيده زلافه ديال الزيت والطحين عندي مزال ندير البيض هو الاولاني الخطيره ديال المزهر كاين اللي كيدير الفاني انا غادي نديرو بالمزهر كيعجبني المزهر في الحليب شحال درتي ديال المزهر؟ معلقة كبيرة عامر صافي نخلط هادشي مزيان خبارك أول مرة نشوف الفقاس يتصاوب قدام كورونا مكانش عندي الوقت شحال هادي دابا عندي عندي الوقت دابا ما كاين حتى مشكل نخلط الفقاس نخلط السكر والبيض نصاوبو الفقايس شنو قالوا هذوك؟ هذيك لعبتي الحاجة قبيلة كورونا ما كورونا ما خلات الشوافة ما دارت ما دارتش داكشي اللي دارت الشوافة خلات الراجل جالس في الدار حدا مرتو يسلم على حد ويخرج ما يدرس دار داكشي اللي ما دارو لا فين شوافة ها ندير ليا السكر والبيض مزيان فين تخدمو ونزيد بزاف ديال الزيت بزاف ديال الزيت اي اللي كيخلط ما بين الزيت والزبده انا كندير غير الزيت هكا الزيت زلافة طاي 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 ناري شحال ديال الزيت انا ناري 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 على حساب الكونتيتي لا كونتيتي كتيرة شحال غدير ديال الفقاس؟ شحال طاسة؟ حسن حتى يطيبو نعبروه نحسبوه ماشي نعبروه ما عندناش الميزان نعبروه خاصني ندخل هاد البيض هاد الزيت في البيض من بعد الزرارة شنو كاين عندي النافع عندي الزنجلان عندي الزبيب واللوز الزبيب واللوز رقدتهم البارح في الماء وشويه ديال المزهر اللوز كنرقدوه في الماء والمزهر باش ما يهرسش لينا الفقاس ملي يكونوا كنقطعو والزبيب كنرقدوه باش كيتنفخ وما كيتحرقش في الفضاء النافع والزنجلان رقيتهم عندي واحد معالق ديال النافع كبار واحد كاسة المعالق ديال الزنجلان كاين اللي كيبغي يزيد حبة حلاوة صافي دابا غنزيد هادشي الحقة تبان داكشي نقيقي زعما كما كنت نصور يكون داكشي نقيقي بحال هكا كره الروينه نايضه ناري ناري تنكحب غنبقى ندير الزيت في زلافه وساري دم زلافه خاصوش يكون ثقيل شنو هادي ما
ونخلطوا داكشي داك الطحين كله اللي كنتي دايره شحال ديال الطحين بعدا غندير الطحين على الميزانيه على حساب يقدر على حساب النوعيه ديال الطحين يقدر يهز لك كيلو الارز يقدر يهز لك كيلو على حساب النوعيه ديال الطحين انا غادي ندير الطحين ونقول لك شحال ديال المقادير فاش كاين الطحين اللي كيشرب المهم انك تبقى تخدم فيه ما يكونش ثقيل يا كان خصنا نصبو بعدا هنايا الشباكية الشباكية غادي نديرو لها بحال العجينة من بعد ما جمعتها صافي تكون شقات بحال هكا خفيفة غادي نقسمها كوارات شو داير في الزيت؟ ما ندير حتى العجينة بحال الزيت الراجل صاوب بالورقة بابيي كويسون تبقي بحال هكاك حتى باش ديرهم بربعه نديرهم بربعه ربعه بحال هكاك دير لهم هكا وغادي ندهنهم غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض نسكاف خلط مع نسكاف هو اللي كيخلط داك البريون في الفقاس الفقاس داك انا كنفضل نسكافي حيت كتحيد حتى الزفوره ديال البيض وكاين اللي كيدير الكاكاو كيجي له الكحل حتى كيجي قوي بحال دونك لا سويت غادي نزوقو كاين بزاف تشكل كل واحد كيدير اللي بغا كاين هاد الشكل هذا كيجي موج بحال هكا كاين هاد الشكل كل واحد كيدير الشكل لكن في كل شكل الأولى غادي تقلو تفركحش علاش تقلي؟ باش ما يتفركحش حيت فيه خميرة فيه خمارة كنتقبو باش ما كيطرطقش ليا في الفران الفران شحال تديري؟ 180 نطيبو مدات طيبة كل ما نقدرش نوريك المدة كيفاش كل واحد والفران ديالو الفران ديال الضو ماشي هو الفران ديال الكاس ماشي هو غي شارجي غير شد واحد شويه وتخرجيه وديريه في الفران غادي نديرو في الفران نشد راسو واحد شويه ونخرجو من الفران داكوغ من بعد غيتقطع ويعاود يطيب خرجنا من الفران ودرته هنا ودرت عليه الشيفون هذا في الزقاتو وعصرته وحطته عليه باش يكون سهل في التقطاع من بعد هي ديال التقطاع ديال القص خرجته من الفران
حكيتي هذيك الفران داك خرجت من الفران هذيك الحلقه الثانيه شفتي يلا خرجتو دابا كاين اللي كيخلي في القصيبات حتى باش ما يتهرسلوش ولا شي حاجه انا الطريقه اللي كنخلي ليه بها ثلاثه حاجه يلا خرجتو دابا درت له شيفونه فازقه بالماء بارد وعصرتها وحطيتها عليه كان واحد 5 دقائق باقي وقت سخون وغنقطعو طريفات ما كيتهرس ما حتى حاجه الاحسن يكون عندكم موس منشار ديال الخبز هما هنايا هنا بديت وغنقطع كتشكل تقطع على حساب نتوما انا كنقطعو مايل وكتحكموا في الكبر ديالو كبير ولا صغير على حساب كتنقصوا تخليوش مايل كثر ومن بعد ما يتقطع يدخل الفران يتحمر ياك يتحمر من الفوق ومن تحت ياك وناخذوه في التصويره محمر والفقاس المغربي وهنا ريزلتا فينال ديال الفقاس المغربي